فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا أحرار يلا. So you are free now. Go. مع السلامة مسيو فيردون. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي منال. باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية. تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت يعني مفيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنة؟ ايه؟ رنة؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكة عندنا ساعات بتقع، مرات كتير تقع يعني. بقول يا حاج محدش يتكلم من مصر. لا اصلا ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. ايه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من ايه؟ اول مره في حياتي اشوفك متضايق. اصل دي اول مره يجي وما يجيبش اجوجا معاه. ما يجيبش مين؟ اجوجا. اجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها اجوجا؟ اه. وانت عرفت اسمها منين؟ إيه؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجاره مع الحرس فحكى لي على كل حاجه. تشرب سيجاره مع الحرس؟ سيجاره. طيب امشي من قدامي. ايه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجاره. خلاص. صفصفت علينا احنا. كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني. ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفديه ونخلص. احنا معانا فلوس كتير قوي. حد منهم يجي معانا المطار يديله الفلوس ونمشي. نعم يا اخويا. احنا كنا شفنا الويل ده كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق ما ندفع ولا مليم، وبعدين احنا ما نتثبتش في اي حته، كده سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زهر اصبر. مصر مش هتسيبنا. اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها. انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سالنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ناجي، فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استايدو سيتم الافراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. ايه مالك يا ابراهيم؟ لا 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 انت بتفهم في اصابات الملاعب يا تهامي؟ لا لا. امال جاي تعمل ايه؟ هجرب. انت جاي تجرب في رجلي؟ اوعى. سيبنا يا ابراهيم. اسيبك ايه؟ اوعى. سيبنا يا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. ده حمار يا لهوي. انت حمار. سيبنا ابراهيم بقى. عارفة يا جوجل لو بتتكلمي عربي؟ ده انا كنت قلت لك كلام عمرك ما سمعتيه. ده انا مش بقيت كنت اقول فيك الشعر لاول مره في حياتي. كلمي قولي ابراهيم. ما انا هتكلم واقول بس. اجوجا انت بتتكلمي عربي؟ ايه؟ ابويا اشاده عاشت في مصر كتير. هو كمان علمتني احب مصر واحب الناس بتاعت مصر. ده الناس بتاعت مصر هتحبك وهتموت فيك. انا كمان احب افلام بتاعت مصر. انت تحبي افلام بتاعت مصر؟ شفتي حين ميسره؟ لا انا احب زوزو. زوزو مين؟ كا
خلي بالك من زوزو. خلي بالك من زوزو. ايه تحبي خلي بالك من زوزو. يلا قولي الشعر بتاعك. شعر؟ هقول لك شعر. هنقول احنا لسه حبايب يوه ما خلاص قلناه. هنقول ان قلبنا دايب يوه ما خلاص قلناه. دي شعر ابراهيم؟ لا دي قصيدة. الحمد لله على السلامة يا ابراهيم. انت عملت ايه؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا اجوجا. اجوجا انت صاحبتي قبل كده؟ متى تعني يا ابراهيم؟ اعني ان هل كان لديك اي علاقة مع الشاب من قبل؟ لا لا اجوجا. انتوا الجواز عندكم هنا في القبيلة نظامه ايه؟ ماشي. ايه يا ابراهيم مالك؟ لا مفيش حاجه، دي اصابه ملاعب خفيفه وكله تمام مفيش حاجه. طب وانت عايز ايه؟ انا بقول انت كبرنا وعمنا وقاعد مع كبرنا وعمنا، وانا بصراحه ما اقدرش اعمل حاجه من غير موافقه سعادتك. عايز ايه؟ انا نويت اكمل نص ديني. نويت تكمل نص دينك؟ انت بتتكلم جد؟ والله. مين؟ اجوجا. أجوجا بنت السيد أشادة؟ أجوجا بنت السيد أشادة. أنا موافق. على خيرة الله. وبالمرة نجوز الواد حسام على نضال ويعني طب ما حضرتك يا باشا ومدام كاميليا ما تتجوزوا معانا بالمرة. والله فكرة برضو، يبقى دخلة واحدة لينا كلنا. يلا. هو بس في مشكلة. إيه يا باشا؟ هنجيب منين السموكينج بتاع الفرح؟ بالرفاي والبنين ألف مبروك. تفضل يا بالرفاية والبنين مبروك.